ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز، في ظرف أيام معدودات، لأن القضايا واضحة والاختيارات واضحة، وستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار ولكن ليس مع أولئك الذين ذكرت، وستكون المنظمات الأربعة الوطنية موجودة. ثم يعرض ما تم إعداده على الشعب. هناك مرحلة الإعداد وقد بدأنا فيها بالاستشارة، ثم تأتي مرحلة صياغة هذه المطالب في مشروع يعرض بعد ذلك على الاستفتاء في الموعد المحدد، وهو 25 من شهر جويلية القادم إن شاء الله.